القتل العمد الدية في مال من؟ الجاني حالة. وأما شبه العمد والخطأ فعلى العاقلة إن كانت موسرة ومؤجلة في 3 سنوات. أما الكفارة في قتل شبه العمد أو الخطأ فإنها في مال القاتل حتى ولو كان عبدا ولو كان غير مكلف، فلو كان مجنونا، لأن عتق الرقبة تشترى بالمال حتى لو كان صغيرا.